حوالين الشيخنا. انا سمعت احد المشايخ سؤال طرح عليه، يعني ان يجوز ان الواحد يعني يدعي بالنبي، يعني الاستعانه بالنبي والاولياء. تستعين بالنبي كيف تقول يعني بعد موته؟ لا تجوز. ومن اضل ممن يدعو، هل يجوز يا شيخ؟ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. هو التوسل يا شيخنا، هو واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها؟ الآيات. والذين يدعون من دونه كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. بقول لحضرتك يا شيخنا، هو التوسل، يعني هو جائز التوسل بالنبي؟ يعني النبي مات أو عايش؟ النبي مات أو لم يمت؟ لا مات. هل يسمعنا الآن؟ لا طبعا. إنك ميت وإنهم ميتون. ما وكما قال تعالى في كتابه الكريم في شأن عيسى: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وفي الحديث: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. السلام عليكم.